إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. طبعا عندي الآن المرحلة الثانية أو الجزء الثاني في السيارة هذه اللي هي الموديل 2010 تاهو، وطبعا أثناء الفحص طبعا أثناء صيانة ورجل بيغير البلف في النيسان 76 مع ميور ديتر، ولكن لما جيت أنا مثلا سويت الفحص والمبدئي اتضح انه عندي هنا تهريب في الهوز حق اللي جاي من قربة الموية ورايح على ترمبة الموية ورايح على المكيف الحار. الموية حتى عندي ناقصة، ما في ولا موية، فما ادري كيف سبحان الله ما في حرارة عنده. لاحظ الموية، الموية ناقصة هنا. لامس الكشاف من جوا عشان يبين المويه. في مويه ما شاء الله تبارك الله، ما في نقص يعني كثير، لكنه المويه مبين من هنا. لاحظوا فيها مبين مويه من هنا، ولكن التهريب لاحظ هنا. فأعطيته خبر صاحب السيارة إنه من الحرام، إنه أو مو من الحرام يعني، من ما ينفع إنه أغير موية وبلف جديد وأنا عندي أساسا هنا في تهريب، لأنه راح يخسر بعدين يوم من الأيام في سفر في عقبة في خط طويل، ممكن يزيد التهريب ويصير عنده نقص أكثر ويبرش فيه، لأن هذه القطعة ما تتصلح، ممكن أي هوز قابل للتعديل إلا القسام هذا. فسبحان الله انا الهوز هذا كان عندي ماخذه لشخص، طبعا احنا اخر الليل الان ما عندي قطع غيار، لكنه ماخذه لسياره ثانيه اللي هو هذا القسام، هذا القسام وهذا رقم القطع. فكلمته انه عندك المشكله في هذه، فهل في مشكله او اني اغير لك الهوز هذا مع نظام التبريد عشان يكون التبريد ان شاء الله نظامه كله كامل صيانته كامله. قال لي ما عندك اي مشكله فيها، عشان انا ليش لما اتصرف في شيء من راسي ما اتحمل المسؤوليه، لانه لما اتصرف لما اتصرف شيء من راسي بدون ما يكون عنده علم صاحب السياره هناك يمكن له الحق في الانتقاد ده. لكن انا الان لما اتصرف او لما اخذ الاذن من صاحب السياره عشان بدون ما يكون علي اي حجه، فالان راح ان شاء الله نغير الهوز. طبعا عشان تفك الكلبس اللي هنا في المكيف اللي الحار لازم اول شيء تعطيه شيء تزييت ايا كان نوع التزييت، ليش؟ لانه متيبس وما راح يطلع معاك بسهوله، ولكن سبحان الله اذا اعطيته زيت راح ينفك معك، واذا انفك معك من هنا انت كذا امورك بالسليم، لان هذه هنا كلها عباره عن قفزان بيطلع معك. الاشكاليه كلها في الكليبس اللي هنا. فالان قبل لا ابدا في اللي هناك راح افك اول شيء بلف الحراره ومفرغ المويه، وبعدها نبدا في الهوز. فكيت الهوز العلوي عشان التفريغ على طريقه ضغط الهواء، بس خسرت الورديتر، ايضا فكيت بلف الحراره والهوز الاسفل، فكيت برضه الهوز حق هذا اللي جاي ترومبه على قربه الهواء المويه. باقي عندي الان القسام العلوي، وهذا عندي القفزان حق الهيات اللي فكيتها، وهذا عندي بلف الحرارة السابق. هذا الهوز القديم، التهريب كان من هنا، الباقي كله سليم. هذا عندي الان الهوز الجديد، طبعا قبل اغير الهوز الجديد طبعا لاحظوا هنا هذا زي بمثابة اللي هو القفزان حق شد الهوزات اللي عندي هنا، انا شلته بطريقة اللي هو القص، وعندي الهوز هنا يعتبر سليم، لكن انا ما ادري وما حبيت اغامر لان سيارة الناس لو صورتي انا كان ممكن اعطي عليها تجربة، وشلت القفيز اللي هنا البلاستيك وحكينا حطيت عليه قفيز جديد الماني وشدت عليه، وكان بعد تجربة ممكن يكون التهريب ما بين الهوز والقسام، وممكن يكون فيه شعر في القسام، بس عشان اعرف قلت ممكن لو حطيت قفيز
واختبر، بس ما صاحب السياره مو حق تجارب، ولا انا ولا هو فاضي يعني يروح يرجع او اخسر المويه. لكن لو كان سيارتي الشخصيه كان ممكن حطيت القفيز هنا شدت عليه واعطي فيه تجربه، اذا ما ضبط كان غيرت الجديد هذا، وبنفس الوقت ان شاء الله ما راح اخسر مويه لانه اقدر اسحب المويه عن طريق الجهاز، لكن ما بطولها. لكن اللي بيجرب على سيارته مثلا وصار عنده نفس الاشكاليه هذه يقدر يشيل القفيز حق الشركه اللي هو البلاستيك هذا عن طريق الكبس، يشيله يجرب يحط القفيز، ضبط معاه فالحمد لله، ما ضبط ولا لابد يغير، لانه هذا اذا صار فيه شعر ما له حل. وحتى في المواقع الامازون او بعض المواقع في الان هنا قسام حديد زي كذا مثلث، يجي حديد للتهوى واليوكل، هذا ممكن لو تجيبه تطلبه، بس الواحد لما يكون متعطل ما حد فاضي ينتظر، لكن لو تجيبه هذا تقدر تستفيد منه وتحط هوزات وبالطريقة اللي تحتاجها. هذا الهوز ركبناه جديد، ولازم تركبه حتى تسمع صوت الطقة الكلبس. هذا عندنا القفيز حق ترومبة الموية، القفيز حق قربة الموية، الحين بننفخ الهواء الموية اللي داخل السرندل. الآن اللي في أسفل الراديتر هذا البلف حق الترصبات الداخلية اللي موجودة. هذا الآن بعد التنظيف وهذا عندي بلف النيسان، راح اركب الجلدة حقة الوكالة على البلف حق النيسان. هذا البلف حق النيسان على الجلدة حقة الوكالة، ركبنا الهوز العلوي، ركبنا البلف اسمه الأسفل العلوي، الهوز، هوز القربة. الآن عندي نظام التبريد إن شاء الله جاهز، بس نحط قربة الهواء ونعبي موية. ما شاء الله عندي الحرارة، لاحظوا حرارة المحرك أقل من الشرطة على بلف النيسان. الله يعطيه خير ويكفي شره، هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.